بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين الكرام. نفس مشرقة وسماء واسعة وقمر جميل، هذه هي صورنا الرائعة في هذا اليوم. لا شك أنكم ستكونون معنا. ليس العيب في الماء، إنما في السائل الذي يلون الإناء. أعزائنا المشاهدين الكرام، الماء لا يحمل لونا، فإذا وضع في الإناء لا يغير في لون الإناء، لكن الذي يحدد المعلم، يحدد اللون، هو السائل الذي يحمل اللون فيوضع في الإناء فيغير لون الإناء بلونه. فما هو لون نفسك؟ أتحمل لونا مشرقا معطاء كريما حتى تضفي جمالا وروعة وبهاء، أم لا تحمل إلا اللون الأسود؟ إذا كانت نفسك تحمل لونا أسودا فلا شك أنك ستلون الإناء بهذا اللون. لا تلوم الآخرين بقدر ما توجه اللوم إلى نفسك. أيها الحبيب، إن الحياة هي هدية الله إلينا، فاقبلوا من الله هديته. قبل أن تتلفظ بكلمات غير طيبة، تذكر الذين لا يستطيعون الكلام. قبل أن تفعل أفعالا قبيحة، تذكر أن هناك أناس عاجزون عن الحركة. قبل أن تتضجر من طول الطريق التي تقطعها بسيارتك، تذكر الذين يمشون على أقدامهم. قبل أن تندم وتتضجر لأنك لا تملك سيارة تركب عليها، تذكر الذين ليس لهم أقدام. يروى أن غاندي حكيم الهند كان يتبع قطارا ليركبه. أثناء سعيه خلف القطار سقطت فردة من حذائه، فركب على القطار ثم مباشرة خلع الفردة الأخرى ورماها بجوار أختها. نظر إليه من كان بجواره متعجبا، قالوا له: لماذا خلعت الفردة التي بقيت معك؟ قال: حتى يأتي الفقير فينتفع بالفردتين، لأني لن أنتفع بفردة واحدة من حذائي. نفسك هي التي تصنع وتحدد علاقاتك، هي التي تجعلك سعيدا أو تجعلك شقيا، هي التي تجعلك ساميا أو تجعلك دنيا، هي التي تجعلك قريبا من الناس أو بعيدا عنهم، هي التي تقربك من الله أو تبعدك منه، وكل إناء بالذي فيه ينضح. الكربون يتحول إلى ماس بواسطة الضغط والحرارة. أعزائنا المشاهدين الكرام، يا لها من صورة جميلة سأعيش معكم في هذه اللحظات، مستشرقا نفوسكم الرائعة وعقولكم الواعية وضمائركم الحية. أهلا وسهلا بكم مع الماس. أتعرف حقيقة الماس؟ إنه كان كربونا أسود لا أحد يطيقه، لا أحد ينظر إليه، فتحول بواسطة الضغط والحرارة إلى أن صار ماسا رائعا يوضع على الصدور ويحفظ في الأماكن الغالية. أخي وحبيبي، أيها الشاب الرائع، ما أجملك متجددا لا متبددا، ما أحسنك عندما تصبح في كل يوم مشرقا بنفس جديدة وطموح جديد وأهداف سامية. لعلك أخي الحبيب قد سمعت عن الحسن البصري رحمه الله. إن كنت قد سمعت عن هذا الإنسان الرائع المعطاء، فاستمع ماذا يقول. يقول: لي ولك إذ كل يوم تشرق فيه الشمس ينادي مناد: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. أرقب في عينيك بريق الأمل. استمع معي إلى هذه الحكمة. إذن يقول أحد الحكماء: من قضى يوما في غير فرض قضاه، أو عمل أداه، أو علم اقتبسه، أو خير أسسه، فقد عق يومه وأساء إلى نفسه. لا أريدك أبدا أن تسيء إلى نفسك. الحبيب صلى الله عليه وسلم يهمس في أذنيك قائلا:
أرجوك أن تستمع معي بكل إنصات إلى قول الحبيب: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أنت شاب، أنت رائع، أنت صاحب قوة، أنت صاحب فراغ. استثمر هذا الوقت. لماذا؟ لأنه إن لم تنتفع به قد يأتي اليوم الذي تفتقده. تلك الحكيمة التي قالت سابقا: إنني في بداية حياتي وجدت الفراغ لكني لم أجد المال، وفي نهاية حياتي وجدت المال لكني لم أجد الفراغ. في بداية حياتك تجد نعمة وصحة وعافية قد لا تجدها في نهاية حياتك. لذا قال لك صلى الله عليه وسلم: صل على الحبيب أيها الحبيب، يقول: اغتنم صحتك قبل سقمك، صحتك قبل سقمك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. خذ من أيام الشباب والقوة لأيام الضعف والشيبة، خذ من أيام المال والعطاء لأيام الشدة والفقر والحاجة. أيها الشاب الرائع، أعطيك هذه النصيحة البسيطة التي قالها أحد الحكماء، قال: إن هدفا واحدا كل يوم يكفي لأن يبقى مستقبلنا مشرقا. أسأل الله أن يحفظك ويرعاك. كلنا كالقمر له جانب مظلم، أخي المشاهد الكريم. لعلك وأنت تجلس بانفرادك وأنت تتأمل في سعة السماء وروعتها وتنظر إلى القمر وجماله، وجدت أن في القمر جانبا مظلما. صورة لها معنى دقيق يجب أن نتنبه له. ما منا من أحد إلا وله أخطاء، ما منا من أحد إلا وله عثرات. أنا بالأمس أخطأت خطأ معينا، اليوم أصلحته. هل من الواجب علي أن أقف عند هذا الخطأ؟ هل يجب علي أن أبكي زمنا ودهرا لأنه مات حبيب لي أو ضاع صديق لي؟ هل من المعقول أن نبقى مع الماضي لنتوجع ونبكي عليه، ونبقى مع المستقبل فنتفجع منه وننسى حاضرنا؟ إن الزمن بالنسبة لنا يشكل مدارات واضحة، فما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. إنها سنة الله في أنه لا معصوم إلا من عصمه الله. الخطأ سنة، فطرة. لماذا الله سمى نفسه الغفور، وسمى نفسه الرحيم، وسمى نفسه التواب؟ الله سمى نفسه غفورا ليغفر لك، سمى نفسه رحيما ليرحمني ويرحمك، سمى نفسه تواب لأنه سيرجع إليه العائدون من بحور الظلمات، من الأخطاء، من الزلات. أخي الكريم، أيها الشاب الرائع، انطلق، لا تبقى أسيرا للماضي، لا تخرج الموتى من قبورهم، لا تحاسبهم على ما فعلوا. عندما سئل أحد الحكماء: لماذا لا تبكي أو لا تحزن على ما مضى؟ فقال: لا يعجبني أن أخرج الموتى من قبورهم. بل أكثر من ذلك، قيل أن الحمار سئل فقيل له: لماذا لا تشتر؟ تشتر معناه تخرج الطعام من بطنك ثم تمضغه مرة أخرى في فمك. فقال لهم: لأني أكره الكذب. كذب لا معنى له، فلماذا تشتر الماضي؟ لماذا تخرج ما حدث قبل عام وقبل أعوام وأعوام ثم تظل بجوارها تبكي وتتأسف؟ إن الحزن لا يصلح ما مضى، والغم لا يصححه، فلماذا تقف بجواره؟ الله سبحانه وتعالى الغفور الرحيم تحدث وذكر لنا أخبارا وقصصا من الأمم السالفة، ما لهم وما عليهم، ثم قال لنا: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ما أجملك أيها الشاب
إذا تنبهت لهذه اللفتة الجميلة، أن تنظر إلى الجمال وأن تنظر إلى الجوانب المشرقة في حياتك. شاب يبيع كبريتا في بداية حياته، فقير لا يجد شيئا، أخذ يبيع الكبريت في سكة القطار، فمر به رجل أعمال أخرج من جيبه مبلغا من المال واشترى عودا أو أعوادا من الكبريت، ثم قال له: أنت رجل أعمال مثلي، أتيت إليك لأن سلعتك مناسبة للعرض مكانا وقيمة. بعد زمن إذا بهذا الرجل الأعمال يجد شابا أنيقا يظهر عليه النعمة وتظهر عليه الثراء، فقال له الشاب، يقول لهذا الرجل الغني: أتعرفني؟ قال: لا أذكر. قال: أما أنا فأعرفك. قال: من أنت؟ قال: أنا الشاب الذي مررت به وهو يبيع الكبريت، فقلت له: أنت رجل أعمال مثلي، إنني منذ ذلك اليوم بدأت أتحدث إلى نفسي وأتعامل مع الآخرين على أني رجل أعمال لا بائع كبريت بسيط، فارتقى بي الأمر حتى أصبحت بالفعل من رجال الأعمال المشهورين. لا تقف عند الخطأ، استفد منه وخذ منه دروسا وعبرا، ثم انطلق إلى المستقبل المشرق. اعلم أن لك ربا يغفر الذنب ويستر العيب ويعفو عن الزلات، كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، فإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. إلى هنا، إلى النفس المشرقة التواقة، إلى السماء الرحبة الواسعة، إلى القمر الذي عشقناه بجماله وروعته، نحط رحالنا مستودعين لكم رب الأرض والسماء الذي لا تضيع ودائعه. سعدت كثيرا بلقائي معكم، سألقاكم بإذن الله في حلقتنا القادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.